مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. والبرتغالي جوزيه جوميز وقع على عقود تدريب فريق الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم وبتبدأ من شهر يناير اللي فات، ووقع جوميز مقابل 50,000 دولار شهريا، وده المدير الفني وجهازه المعاون، وبيضم الجهاز المعاون لجوميز مدرب حراس ومدرب ومخطط أحمال. لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أعلنت التعاقد مع الدولي الفلسطيني موسى فراوي ظهير أيمن منتخب فلسطين لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر. نادي مانشستر يونايتد فاز على نادي ولفرهامبتون بنتيجة 4-3، المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. ارتقى مانشستر يونايتد للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما احتل فريق ولفرهامبتون المركز 11 برصيد 29 نقطة. فريق ويست هام تعادل مع بورنموث بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب لندن الأولمبي، وده في إطار مباريات الجولة 22 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي ويست هام احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 36 نقطة، وتواجد بورنموث في المركز 12 برصيد 26 نقطة. نادي ريال مدريد حقق الفوز على فريق ختافي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن مؤجلات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني. انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وتوقف رصيد ختافي عند 29 نقطة في المركز العاشر.